ايه فيديو النهارده ورسمه النهارده رسمه جميله جدا وفي نفس الوقت سهله جدا. ارسلوا معايا رسمه وابعتوا لي رسمه على حسابي على الانستجرام وعلى الفيسبوك، الرابط موجوده في صندوق الوصف. جاهزين؟ يلا بينا. النفع سر للسعادة طابا، كن نافعا فالله يفتح بابا. فيديو جديد ورسمة جديدة، ورسمة النهاردة وفيديو النهاردة هنرسم فيهم رسمة طبيعة بالألوان، منظرها جميل جدا وأكيد شفتوه في الصورة مصغرة. يلا كله يجيب ورقة وقلم ويبدأ يرسم معايا، وهاتوا الألوان حضروها، سواء ألوان في الماستر، ألوان خشب، ألوان مائية، أي نوع ألوان تحبوه حضروه. يلا بينا نرسم. زي ما انتم شايفين جبت شكل على شكل دايرة، وبدأت أرسم الدايرة، وبعد كده بعمل مثلثات زي ما انتم شايفين تدينا شكل الجبل او الجبال اللي احنا هنعملها. وبعد كده بدأت اعمل خط مايل كده من نص الجبل مايل لتحت، وبعد كده بعمل خط تاني. ولكن لو لاحظتوا بقى ان من عند الجبال كده الخطين قريبين قوي من بعض، وكل ما نطلع لاخر الدايرة من ناحيتنا الفرق ما بين الخطين اللي احنا عملناهم يكتر اكتر واكتر. طبعا ده عشان المنظور، عشان يدينا المنظر يبقى شكله طبيعي، ما يبقاش شكله كرتون او شكله مش حلو. فزي ما شايفين عملنا الجبال وعملنا دايرة، وحطيت على الدايرة دي شوية مثلثات كده عشان تدينا شكل الحمامة. زي ما شايفين كده احنا خلصنا التخطيط. تخيلوا بقى ان احنا كده خلصنا التخطيط بتاع الرسمة بتاعتنا. نخش بقى في مرحلة التلوين. بالنسبة لمرحلة التلوين انا جبت اللون الاخضر الفاتح ده زي ما انتم شايفين، وبدأت الون بيه الارض بالطريقة دي، وما لونتش بيه الجبال زي ما انتم شايفين. لو ملاحظين كده ما لونتش الجبال باللون الاخضر الفاتح ده، عشان هتشوفوا هنلونها بايه. طبعا ما تخشوش مرحلة التلوين الا وانتم متأكدين 100% ان انتم مش هتعملوا تعديلات تاني، لان بيبقى صعب ان احنا نعدل على الرسمة بعد ما تتلون. بيبقى ممكن ولكن صعب شوية ومش لطيف خالص. فحاولوا على قد ما تقدروا تخلصوا تخطيط 100% وبعد كده تبداوا في مرحله التلوين. زي ما انتم شايفين باللون الاخضر الفاتح اهو بلون الارض من ناحيه اليمين، الارض من ناحيه الشمال، والجزء اللي في النص اللي احنا عملناه اللي هو انا قلت لكم الخط بيكون الخطين قريبين من بعض من ناحيه الجبال وبعيد عن بعض من ناحيتنا. طبعا ده هيبقى عباره عن طريق ماشي عادي، ممكن هنلونه بالقلم الرصاص ولا حاجه. دلوقتي جبت لون اخضر زي ما انتم شايفين درجه تانية، وبدات الون بيه الجبال بالطريقه دي، وهنشوفوا دلوقتي هدمجهم ازاي مع بعض، ازاي هدمج الاخضر الفاتح مع الاخضر الغامق. زي ما انتم شايفين اهو بحب اخطط الاول الحته اللي هلونها عشان ابقى عارف حدودي فين بالظبط، وبعد كده بلون الجبال باللون الاخضر الغامق ده اهو، وبنزل على تحت ادمجهم مع الارض الاخضر الفاتح. يعني بدمج الاخضر الغامق مع الاخضر الفاتح بالطريقه دي زي ما انتم شايفين اهو. طبعا نمشي خطوه بخطوه. ولا يرسم رسمه النهارده يبعت لي الرسمه على حسابي على انستجرام وعلى الفيسبوك، الرابط في صندوق الوصف. ابعتوا لي هناك رسومات وانا اقول لكم على اخطاء بسيطه تعدلوها تفرق معاكم وهتطور من رسوماتكم جدا جدا جدا. فاستغلوا الفرصة، كورس مجاني، ارسم اي رسمة عندي على القناة، وخش على طول ابعت لي الرسمة وانا اقولك على الاخطاء وساعدك في انك تطور من رسوماتك. زي ما انتم شايفين بلون الجبال اللي ناحية اليمين برضو بنفس الطريقة، بنلونهم باللون الاخضر الغامق ده، وبعد كده ببدأ انزل تحت وابدأ اخفف ايدي كل ما اروح لناحية الاخضر الفاتح لحد ما يدمجوا مع بعض ويحصل الدمج ده واللون يطلع منظره حلو زي ما انتم شايفين اهو بالطريقه دي. طبعا زي ما انتم شايفين لون تقريبا يعتبر بدا يدمج خالص مع الارض. دلوقتي جبت اللون الاصفر بالطريقه دي وبدات الون بيه السماء. طبعا مش هنلون الشمس في دايره كده احنا عاملينها، هنسيب الشمس باللون الابيض وهنلون السماء بس باللون الاصفر، وهندمج لسه مع اللون الاصفر لون برتقاني عشان يدينا برضو منظر احلى واحلى. طبعا الحمام اللي احنا عملناه والعصافير او الطيور اللي موجودة في السماء دي لسه هنعملها برضو، هنتقل عليها باللون الاسود مثلا عشان تدينا منظر جميل قوي. طبعا انا بلون بالالوان الخشب، فاكيد انا باري القلم كويس جدا، باري القلم كويس ليه؟ عشان اللون يطلع واضح، لان لو مش باري القلم كويس فاللون مش هيطلع واضح وهيبقى شكله مش مريح للعين. فزي ما انتم شايفين باري القلم كويس، وبحاول على قد ما اقدر ان انا الون في اتجاه واحد. دلوقتي جبت اللون البرتقاني اهو زي ما انتم شايفين، لونت من فوق بالبرتقاني وبدات اسيح على تحت زي ما عملت في اللون الاخضر، ان انا من فوق لونت كويس وبدات انزل على خفيف، اخفف ايدي
كل ما اجي انزل لتحت عشان اللونين يندمجوا مع بعض. جبت القلم الرصاص او اللون الاسود اللي انتوا عايزين تستخدموه استخدموه، وده تعمل مستطيلات في نص الطريق وتكون مايلة مع الطريق زي ما انتوا شايفين. بعد كده جبت القلم الرصاص اللي احنا كنا مخطط بيه بس تقلت ايدي عليه شوية، وبدأت اعمل الحمام او العصافير او الطيور اللي في السماء دي، عبارة عن مثلثات ولكن مش مقفولة زي ما انتوا شايفين. طبعا اللي عايز رسمة عن موضوع معين او اي حاجة معينة يكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك برد من اتنين، يا اما ابعت لك روابط الفيديوهات بتاعت الموضوع ده، يا اما هتلاقيني قلت لك ان انا هرسم الموضوع ده وتأكد 100% ان انا هرسمه على طول عشان نبقى المرجع الاول للرسام العربي. فاشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان نوصل 14,000 مشترك فاسرع وقت، وحط لايك. اللايك حاجة بسيطة ولكن بتفرق في ان الفيديو يوصل لناس اكتر. زي ما انتم شايفين ظللنا الطريق من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال بالقلم الرصاص، وبعد كده بقى هبدا اظلل تظليل خفيف، يعني انا ظللت تظليل تقيل شويه من الجنبين بتوع الطريق، وبعد كده ببدا اخفف ايدي في الطريق نفسه زي ما انتم شايفين. خلي بالكم من التريكات والتفاصيل دي، ما حدش يجري الفيديو، امشوا خطوه بخطوه. في شويه تفاصيل لازم تكونوا عارفينها بقولها لكم في نص الفيديو كده، لازم تسمعوا الفيديو وانتوا بترسموا، امشوا خطوه بخطوه وما حدش يستعجل. اكتبوا لي كومنت جميل زيكم، الكومنتات دي بتحفزني، بتخليني عايز انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر، بتخليني متحمس جدا ان انا انزل لكم فيديوهات، وعارف ان في ورايا دراغمه وناس عايزه ترسم. فارسم وابعت لي الرسمه زي ناس كتير، فنانين كتير ورسامين كتير جابوا درجات عاليه في المدرسه ودخلوا مسابقات وجابوا مركز اول ومركز تاني ومن التلات مراكز الاولى. فبنعمل مجهود جبار مع الناس على الانستجرام وعلى الفيسبوك، هتلاقي الروابط في صندوق الوصف، خش تابعني وبعتلي هناك الرسومات على طول، اعمل فولو هتلاقي الروابط في صندوق الوصف، اعملي فولو على التيك توك على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى ثريدز، هتلاقيهم كلهم باسم درغام ارت بالانجليزي وكلهم نفس شعار القناة. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا خلصت التلوين، عملت ايه؟ جبت نفس اللي انا كنت عامل بيه شكل الدايره، وبدات بقى اخطط تخطيط تقيل حواليه، مش خفيف بقى، تقيل، عشان انا خلصت خلاص وعايز الرسمه تبقى واضحه وقويه في الورقه، فبخطط تخطيط تقيل. وزي ما انتم شايفين النتيجه بقت عامله كده. اتمنى الرسمه تكون عجبتكم، استني رايكم في الكومنتات وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. ودي كانت رسمه النهارده. لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اشتركوا في القناة، اللايك حاجة بسيطة ولكن تفرق، شيروا الفيديو في كل مكان وفي كل حتة عشان نبقى المرجع الأول للرسام العربي. أشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة. سلام سلام كمشك الختام عليكم.